الهلال منتعش فنيا، يقدم نفسه في كل المباريات اللي خاضها بشكل مختلف مميز. في المقابل ضمك ما كان برضو في أفضل حالاتها اليوم الفنية، هل هو ضعف فني لضمك أم هو قوة اليوم ظهرت للهلال؟ خلينا نقول أنه في البداية أنه الهلال يسير وحيدا، هذه أول نقطة. النقطة الثانية بأنه تختلف الأسماء والنتيجة واحدة بالنسبة للفريق الهلالي. من الطاولة هذه تركي أنا قلت بأنه الهلال من بداية الموسم هو الفريق الوحيد بين الأندية اللي خلينا نسميهم الكبار اللي لا يعاني من أي صراعات لا داخلية ولا خارجية، الأمور عندهم مستقرة ومرتبة بما يسمح لسعود كريري كمدير عام للفريق ورزفان كمدرب بالسير بالفريق بشكل جميل وإيجابي. اليوم اللي أنا أستغربه أنه يعني تابعت رأي كثير من النقاد يعني جالسين ينتقدون رزفان رغم الانتصار وبالثلاثة وبشباك نظيفة وبحارس يمكن له سنتين ما وقف حارس وهو حارس شاب زي محمد الواكد. اللي أبغى أقوله في النهاية بأنه في رأيي في آخر 3-4 سنوات أفضل من استخدم طريقة التدوير مع نادي الهلال هو رزفان، غاب عنه أعمدة ونجوم سوبر ستار وحقق النتيجة والمستوى، ووضع أعمدة ونجوم سوبر ستار عنده على دكة الاحتياط واستخدمهم بالطريقة الفنية الإيجابية. اليوم شفنا كيف وزع مجهود اللاعبين لما حس أن الأمور تسير بشكل ممتاز، ريح جوفنكو بعد كذا ريح جوميز، وتلاقي عنده العناصر البديلة برضو إضافة وتساهم في انتصار للفريق. لا نجي نقول بأنه والله ضمك رغم ضعف أجانبه، الكلام اللي أنا سمعته رغم ضمك رغم ضعف أجانبه وضعف لاعبيه المحليين إلا أنه قدر يوصل مرمى الهلال 5-6 مرات. يا جماعة ترى كرة قدم 11-11 أكيد أنه بيقدر يوصل، يعني لا يعني هذا بأنه هناك مشكلة أو إخفاق في الطريقة الفنية اللي يدير فيها رزفان الهلال. الهلال بأقل جهد تركي اليوم حقق ما يريد من المباراة، أخذ الثلاث نقاط، طمن فريقه وجمهوره قبل مباراة السد. امتيازات كبيرة للفريق الهلالي هذا الموسم على كافة المستويات. أكبر ما يميز هذا الفريق هدوء بالرئيس، ما في أي شوشرة، ما في دخول في مهاترات مع أحد، لا هي في نادية، لا يظهر إعلاميا، واضح أنه يدير النادي بطريقة هادية. يمكن أول رئيس نادي يجلس على كرسي الهلال وشاهد ويدير نفسه بهذه الطريقة على الأقل معنا كإعلاميين. الناحية الثانية سعود كريري رزفان، هذا الهدوء طبعا أكيد أنه يحسب للعزيز فهد بن نافل، لكن برضو حضر هذا الهدوء في إدارة سابقة في الهلال وكانوا يلتزمون الهدوء والصمت في فترات كثيرة ومراحل. مثل مين نواف بن سعد مثلا؟ شوف الأمير نواف بن سعد يعني إلا يجي مناسبة بعد مباراة ويظهر، وكان بالعكس يطلب جميع المراسلين. طبعا هذا لا يعني هذا أني الآن أنتقد، أنا مش أنتقد، أنا أقول لك أنه إلى الآن فهد بن نافل قاعد يستخدم سياسة لا ظهور، لم نشاهده في اللقاء في صحيفة ورقية ولا تلفزيونية ولا إذاعة ولا شيء. إضافة إلى ذلك ما يميز دكة الهلال أن عليها مدرب برضو هادي وقت الفوز، وقت حتى ما يتأخر، حتى لو يتأخر بهدف، ونفس الشيء ينطبق على سعود كريري. خلطة وضعت الهلال بهذه الوضعية، وأعيد هذا الكلام اللي قلته لتركي العجمة ولا زلت سأفي بوعدي في حال الدوري للهلال، قلته على هذه الطاولة وأعيد هذا الكلام من جديد بغض النظر عن مسيرة الهلال الآسيوية. أنا هذا رأيي. طيب. انت قلت بس هذا الكلام اللي قلته تركي وقلت شيء ثاني بعد، لا وعدتكم باشياء اللي هي ساعات وعشاء و... بأمور سفرة لا تخاف ان شاء الله. طيب.